قال الوزير التونسي المكلف بالشؤون الأوروبية تهامي العبدولي إن الاتحاد الأوروبي سيمنح بلاده مرتبة الشريك المتقدم الشهر المقبل، مؤكدا على ضرورة تأهيل التشريعات التونسية لكي تكون أكثر ملائمة للتشريعات الأوروبية. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، التي ستكون بدورها أول دولة من الضفة الجنوبية لحوض المتوسط توقع اتفاقا للشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وهذا الاتفاق هو الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 98 من القرن الماضي. اختار عدد من الفنانين والرياضيين التونسيين عيد الأضحى للرد على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في أمريكا، وذلك عبر تقديم أوبريت تحت اسم هو رسول الله. وبينما اختار كثيرون النزول إلى الشوارع للتعبير عن نصرتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، كان لمشاهير تونس طريقتهم الخاصة في الدفاع عن الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف السبيل للرد على الإساءة إلى النبي المصطفى؟ تختلف الإجابات، ولكن عددا من مشاهير تونس كانت لهم طريقتهم الخاصة، واختاروا يوم العيد للإعلان عن ذلك. جاب الرسالة للعالمين، ربي حسيب كل من يستهزئ بنبينا. فنانون اشتهروا بأداء أنماط موسيقية مختلفة من الأغاني الروحية وصولا إلى الراب، التفوا حول مشروع واحد، أوبريت هو رسول الله. في وقت يعني كثرت فيه الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبناء جلدتنا ومن غير ذلك، فأردت أن أكون مع أصدقائي وأصحابي في هذا العمل المبارك. نسأل الله أن يكون خالص لوجهه الكريم. كل ما في الأمر هو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله. العمل لا يقتصر على الفنانين فحسب، بل كان لنجوم الرياضة حضورهم البارز للمساهمة في نصرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وللرد على الأعمال الفنية المسيئة له. مجموعة من الفنانين أسماء كبيرة أنماط مختلفة في الغناء ووجوه رياضية كبيرة ظهرت، وطبعا الفيلم اللي حصل والحركة اللي صارت في العالم مش في تونس، يعني من واجبنا باش نقولوا أن احنا هنا رانا موجودين ونجاوبوا بكل لطف ونجاوبوا بالفن. أوبريت هو رسول الله أراد أصحابه إيصال تعاليم الإسلام السمحاء لأكبر عدد ممكن من الناس، لا سيما العالم الغربي. نحب نوصلوا صورة حقيقية لنصرة الرسول، وهذاك علاش استعملنا الترجمة في العديد من النسخ اللي باش نقدموها للدول الأوروبية والدول الغربية بالتحديد. يعني هو أحب الخلق إلينا. حافظ مريبح، الجزيرة، تونس.